ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم قدوة للناس في رحمته بالخلق، وفي انحيازه إليهم، وفي وقوفه مع المظلومين، وفي عدم تكبره إذا وجه عليه الصلاة والسلام. فلم يذكر أنه صلى الله عليه وسلم عنف سائلاً أقبل إليه يسأل، أو أنه أعرض عن جاهل يطلب أن يتعلم، أو تكبر على مستفت أقبل إليه، بل كانت المرأة تقف له في الطريق وهي امرأة ضعيفة أمة، فتقول: يا رسول الله، لي إليك حاجة. فيقبل صلى الله عليه وسلم إليها، فتطيل الكلام ويطيل الاستماع، ثم يقول: هذه يدي في يدك، امضي بها إلى أي طرق المدينة شئت لأقضي لك ما تريدين. فتذهب به إلى سيدها ليشفع لها، أو تذهب به إلى سوق لأجل أن يأخذ لها حقها. ويقبل إليه صلى الله عليه وسلم الصغير والكبير، فيجدون قلبا واسعا يقبل إليهم صلى الله عليه وسلم. ومن أعظم ما جعل الله تعالى في نبينا صلى الله عليه وسلم من الصفات أنه كان يحترم الآخرين، أنه كان يعرف أقدارهم عندما يتعامل معهم. فلما وصفوا تعامله صلى الله عليه وسلم قالوا: كان إذا صافح أحدا لم ينزع النبي صلى الله عليه وسلم يده حتى يكون ذلك الرجل هو الذي ينزع يده أولا، وكان إذا حدثه أحد أقبل إليه بكله عليه الصلاة والسلام، يعني لم يلتفت إليه بوجهه فقط، وإنما يقبل عليه الصلاة والسلام بجسده كله إليه.